أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام أن الاحتفال بيوم الشرطة العربية يعد تأكيدا على الرعاية والدعم الكامل لرجال الأمن فيما يبذلونه من جهود كبيرة للمحافظة على أمن الوطن وأمان مواطنيه. نعم، جاء ذلك في كلمة للنهام على هامش احتفال وزارة الداخلية بيوم الشرطة العربية الموافق للثامن عشر من شهر ديسمبر من كل عام، والذي أقيم بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية. بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام وعدد من القيادات الأمنية، احتفلت وزارة الداخلية بيوم الشرطة العربية في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية. بدأ الحفل بالسلام الوطني ثم آيات من الذكر الحكيم. نحتفل بالثامن عشر من ديسمبر من كل عام بيوم الشرطة العربية تقديراً واعتزاز بجهود رجال الأمن. تلاه طابور العرض العسكري والذي شارك فيه عدة قطاعات من وزارة الداخلية من المرور، شرطة النجدة، الأمن العام، الدفاع المدني، القوات الخاصة، أمن الحدود، العلاقات والإعلام الأمني. ثم قام الأشبال بتقديم الورود إلى رجال الأمن وإلى وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام، تعبيرا عن تحية المجتمع والمواطنين لرجال الشرطة تقديرا واعتزازا برجال الأمن في يومهم. ووجه الفريق النهام التحية والتقدير إلى رجال الأمن بمناسبة الاحتفال بيوم الشرطة العربية، موضحا أن هذا الاحتفال أصبح تقليدا سنويا يجسد الدور الحيوي الذي تطلع به أجهزة ورجال الشرطة ويبرز العمل الأمني. وأكد أن رجال الشرطة كانوا وسيظلون متيقظين لكل التحديات والمستجدات وقادرين على مجابهة المشكلات والصعاب، فاستقرار الوطن وأمنه مسؤولية مصيرية تفرض علينا جميعا حماية هذه الأرض الطيبة من أجل استمرار مسيرة البناء وإعلاء مكانة الكويت إقليميا وعربيا ودوليا. وجدد الفريق العهد لصاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما بأن نظل أوفياء للعهد ونكون دائما وأبدا العين الساهرة لحفظ الأمن والأمان.